رئيس الدولة يعود بسلامة الله وحفظه إلى أرض الوطن بعد زيارة لتركمانستان، ومحمد بن راشد والشيوخ وكبار المسؤولين في مقدمة مستقبل سموه. مركز الشارقة للإحصاء يبدأ الأحد المسح الاقتصادي الاجتماعي الشامل للمواطنين في إمارة الشارقة بهدف توفير منظومة من البيانات حول سكان الإمارة. مع ازدياد الوعي والإدراك البيئي والصحي لمدى خطورتها على الصحة العامة، وقاية تعالج النفايات الطبية من المنشآت الصحية بأساليب علمية صديقة للبيئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام أحييكم وإليكم أخبار الدار لهذا اليوم. وبأخبار راعي الدار نبدأ أخبار الدار، حيث عاد بسلامة الله وحفظه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن ظهر اليوم بعد زيارة رسمية لتركمانستان تلبية لدعوة من الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، أجرى خلالها مباحثات تتعلق بالعلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعقب سموه ذلك بزيارة خاصة لتركمانستان استغرقت أياما عدة. وكان في مقدمة مستقبل صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. وعاد برفقة صاحب السمو رئيس الدولة أعضاء الوفد المرافق الذي يضم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد حبروش سويدي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة. وضمن أخبار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، أصدر سموه بصفته حاكم أبو ظبي القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لعام 2010 الخاص بشعار إمارة أبو ظبي. وقد تولت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الإشراف على تطوير شعار حكومة أبو ظبي، وتعمل حاليا على إدارة استخدامه وتصميمه بما يعكس الموروث الثقافي والمعرفي للإمارة. وتم في مراحل تطويره الشعار في مراحل تطوير الشعار فحص كل عنصر من عناصره على نحو صارم وبما يعكس القيمة التراثية والأهمية التاريخية له. إلى الشارقة، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير بيانات وافية عن سكان الإمارة، يبدأ مركز الشارقة للإحصاء غدا المسح الاقتصادي الاجتماعي الشامل للسكان المواطنين في الإمارة. وقد خصص المركز أكثر من 300 باحث لزيارة الأسر المواطنة في مساكنها ضمن إمارة الشارقة لجمع البيانات المطلوبة. ويوفر المسح الشامل للسكان المواطنين في الإمارة بيانات ومؤشرات تمثل رافدا قويا لدعم المساعي التي يبذلها صاحب السمو حاكم الشارقة في العديد من المجالات المتعلقة بالنهوض بمستويات المعيشة والتوزيع العادل للخدمات والتطبيق الفعال لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية واختيار الأماكن المناسبة لإنشاء المرافق. وقد أكمل مركز الشارقة للإحصاء التجهيزات
لإطلاق المسح بعد تأهيل العاملين في المسح وتدريب المراقبين على المسح الشامل للإمارة، وذلك من أجل تعزيز قدراتهم ومهاراتهم الأساسية الساعية إلى الارتقاء بالوعي والمعرفة الإحصائية بشكل عام. ومواكبة لجهود حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة من رعاية للقافلة الوردية، أكدت سمو الشيخة فطيم بنت محمد بن راشد المكتوم بأن مبادرة القافلة الوردية تعتبر مشروعا وطنيا إنسانيا جديرا بالدعم والمساندة، وأن ما حققته من إنجازات في رفع الوعي بمرض سرطان الثدي علاوة على النتائج التي حققتها خلال السنوات الماضية في إجراء آلاف الفحوصات المجانية يستحق التقدير والدعم. وقد قامت سموها مساء أمس الأول بوضع بصمة يدها كسفيرة للقافلة الوردية ضمن معرض الأيادي الذهبية للقافلة الوردية، ليضاف بذلك بصمة يد جديدة للمعرض الحافل ببصمات من كبار الشخصيات الداعمة لمبادرة القافلة الوردية لنشر الوعي بمرض سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر عنه في كافة أنحاء الإمارات. جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها القافلة الوردية إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان في ميدان بإمارة دبي بحضور عدد من سيدات المجتمع والفرسان. وقد أقيم الحفل برعاية إدارة الخدمات المصرفية النسائية شهرزاد التابعة لبنك دبي التجاري. وفي الشأن الطبي البيئي، ومع ازدياد الوعي والإدراك البيئي والصحي لمدى خطورة النفايات الطبية من المنشآت الصحية، جاء قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 5 لعام 2011 ووقاية لإدارة هذه النفايات ومعالجتها بأساليب علمية صديقة للبيئة والصحة العامة. حقن وإبر، قطن وقفازات وغيرها من الأدوات الطبية المستخدمة للتشخيص أو العناية بالمرضى، فكلها نفايات باختلاف تصنيفاتها ودرجات خطورتها داخل المنشآت الصحية. هي أي مواد يتم استخدامها في قبل المنشآت الطبية التي تقدم الخدمات المختلفة للمرضى. النفايات الطبية عندنا عدة أنواع. النفايات الطبية هي أي مواد ممكن تؤثر خطر، تشكل خطر على الناقل خلال تجميعها، فرزها، نقلها أو تخزينها أو حتى معالجتها. وفق عدد من المعايير يتبع كل مستشفى طرقا للتخلص من النفايات الطبية بواسطة فريق مؤهل للتعامل معها، بداية من أخذها وتجميعها ووضعها بأكياس وعلب خاصة، لينتهي المطاف بتسليمها وإيصالها إلى المعالجة والتخلص منها. هلا هون مكان اخر مكان ممكن تتجمع فيه النفايات الطبيه، بيلقي كل كيس من اكياس القمامه حسب طبعا درجه، حسب تصنيفه بتم فرزهم مره ثانيه. هون بينتهي دورنا بالمستشفى القاسمي ويبلش دور شركه وقايه. نعم، جاء دور وقاية التي تعمل فعليا منذ العام 2011 وتغطي 520 منشأة صحية بالإمارة بجمع ونقل النفايات بمركبات مجهزة خصيصا إلى محطة المعالجة في الصدعة التي تعالج فيها يوميا أطنان من المخلفات الطبية بالشارقة. الحاجة إلى وجود وقاية في إمارة الشارقة تسرب النفايات الطبية من المنشآت الصحية، البعض منهم طبعا ما نعمم الأمر، إلى النفايات العامة وانتشار أمراض وأوبئة من هذه النفايات. يوميا في إمارة الشارقة تقوم وقاية بجمع ونقل ومعالجة ما يقارب 3 أطنان من النفايات الطبية، والتي كانت في السابق تطرح بطريقة عشوائية. وقاية تتبع أفضل النظم البيئية للمحافظة على بيئة الشارقة بيئة نظيفة وصحية، وبالتالي تقوم بمعالجة النفايات الطبية عن طريق جهاز الأوتوكليف المزود من قبل شركة بونتك الأمريكية. أقل من ساعة هي المدة الزمنية التي تتم فيها معالجة النفايات الطبية وتضمن المحافظة على الصحة العامة، خاصة وأن هناك بعض أنواع البكتيريا قادرة على العيش في التربة لمدة 35 عاما، الأمر الذي يمكنها من التكاثر ضمن بيئة خصبة لذلك.
النفايات الطبية قنبلة موقوتة والتخلص منها مسؤولية مشتركة، وهذا ما تسعى إليه الوقاية من خلال طرق آلية معالجة النفايات الطبية والتخلص منها بطرق صديقة للبيئة وللإنسان. سماح الشيخ لأخبار الدار من منطقة الصجعة. ومما تتابعونه في أخبار الدار لكن بعد الفاصل، إمارة عجمان تطور متسارع ولكن تبقى بعض مناطقها بحاجة لتحديث وتطوير بناها التحتية. مرحبا بكم من جديد، نكمل معكم ما بدأناه من أخبار. برعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وبتنظيم من برنامج الشيخ زايد للإسكان، يستضيف أكسبو الشارقة في 20 من الشهر الجاري فعاليات معرض الشارقة الدولي للإسكان ومواد البناء والديكور. أما التفاصيل فهي في سياق تقريرنا التالي. المشاركة المجتمعية في القطاع الخاص، لأن قطاع التشييد والبناء بات يشهد طفرة في الكم والنوع، كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان النقاب عن معرض الشارقة الدولي للإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الفنية الذي ينطلق في إكسبو الشارقة في 20 من الشهر الجاري. المعرض إن شاء الله بيكون نقلة نوعية للمواطنين للمستفيدين من برامج الإسكان للشراكة مع القطاع الخاص بصورة عملية، متطلعين أن يكون المعرض هو بداية، وخاصة إحنا نتكلم عن مشاركين عالميين في مواد البناء. وزارة الأشغال تهتم أيضا بأي تفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بكل ما من شأن تعزيز رفاهية المواطن الإماراتي ودعم قطاع الإسكان ومنظومة الإسكان، وخصوصا الإسكان الميسر والمستدام لمواطني الدولة بالخدمات الحكومية. هذا اللقاء الذي جمع الجهات الحكومية والداعمة للمعرض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة جرى خلال نقاشاته استعراض أهمية هذا الحدث الاقتصادي الهام الذي يأتي في دورته الأولى، حاملا بين طياته استغلال الإمكانيات الضخمة التي توفرها أسواق الإمارات لقطاع مواد البناء والتشييد، إضافة إلى عرض التقنيات الحديثة في مجالات إنتاج مواد البناء والتشطيب والحلول الهندسية المبتكرة. نحن كدورنا كراعي طبعا رئيسي ومكان للحدث نأمل من خلال المعرض يتحقق هذا النجاح ويلتقي التاجر وأيضا اللي هو يعني نقول الإماراتي اللي هو يبحث عن سكن، أنه يبحث من خلال المعرض على اللي هو مستلزمات المعرض من ناحية الديكور والاستشارات الهندسية والممارسات الأفضل. هناك العديد من الورش والملتقيات التي ستنظم في المعرض للمناقشة مع الأخوة المواطنين الراغبين في مساكن لهم. هناك إن شاء الله بتكون ندوات كيفية مثلا الادخار، كيفية بناء المسكن المرن. هي دعوة إلى تجار مواد البناء والإنشاء وشركات مقاولات البناء والمصممين ومن يسعى لبناء منزله، دعوة للاستفادة من فعاليات معرض الشارقة الدولي للإسكان الذي سيوفر خيارات واسعة في مجالات الاستشارات الهندسية وأحدث الابتكارات في مواد البناء والديكور. معرض الشارقة الدولي للإسكان جاء ليكمل الحراك الاقتصادي الذي تشهده الشارقة، إضافة إلى سعيه الحثيث في تسويق المنتج الوطني ومنافسته. لأخبار الدار مراد الشباب الشارقة. الإمارات لا تدخر جهدا في سبيل التطوير والتحديث لتظل مكانة الدولة منارة بين الدول المتقدمة، وإمارة عجمان ليست استثناء من هذه المنظومة رغم حاجة بعض مناطقها للمزيد من جهود الارتقاء بالبنى التحتية فيها. وفي قضية الدار نطرح مشكلة التخطيط لبعض مناطق إمارة عجمان مع تقرير الزميل محمد مال الله الهنيامي. بعض المناطق في إمارة عجمان أصبحت حديث ألسن قاطنيها الذين باتوا يمنون النفس بحل يغير هذه الصورة التي مزجت بين المرتفعات والمنخفضات، فغدت مشكلة في دائرة الاستفهام مرت عليها سنوات. الأراضي شيء منها نازل شيء منها مرتفع، كل البيوت اللي موجودة هنا اللي حاليا الحين في مناطق هناك يعني يسوونها ويا الشارع للمد تلقاها متساوي بعضا منها، بس بعض منها وايد تحتاج دفان. المشاكل البيوت المرتفعة تكون كاشفة على البيوت النازلة، خاصة إذا بعد المرتفع دورين والأرضي هذاك بيت أرضي يعني وايد ينكشف. مسؤولية يقول إحنا تعبانين، خليه يشوفهم روحهم، خليه يطلعوا من عينهم. بيوت نصها فوق
نصها تحت نصها نازلة يعني مرات من المطر يعني مثلا الشتاء عندنا صح ان الامطار قليله بس بعد يعني مطرين وايد من هالش اسمه من هالتخطيط يعني. هذه المعضله جعلت اهالي هذه المناطق في حيره من امرهم، فصاحب هذا المنزل بنى درجا للوصول لمنزله دون عناء، أما الآخر رصف الطريق بطريقة علوية لوصول سيارته إلى المكان المطلوب. والله ما أدري على الخطأ من وين، من البلدية، من دارة الأراضي والأملاك يوم يوزعون البيوت والأراضي قصدي، ولا من التخطيط والمساحة، ما ندري من وين، بس مضرين الكل مضرر مش أنا بس يعني. شوف شارع هذا بس ما يقدر يجي. امتدت هذه المشكلة لتشمل الطرق الداخلية لهذه المناطق التي أغلبها وعرة وجميعها رملية. حتى الطرق ما في طرق عندنا، ما في طرق معبدة عادلة، لأن الطرق كلها معبدة بالنفايات، كب النفايات هو اللي عبدوا بالطرق. وايد سيايرنا كلها اختربت، ونعاني بعد من الباصات، العيال دائما يشتكون. مرة واحدة أنا عندي البنت ضرب راسها في طرف الباص. شارع ما في، شارع من كم سنة أقول لهم هاليوم إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله. مشكلة ملازمة لأهالي هذه المناطق في إمارة عجمان الذين يصبحون ويمسون على هذه المرتفعات والمنخفضات، بالإضافة إلى الطرق غير المستوية، فهم بحاجة لقرار يعيد التوازن لهذه المناطق. بعض المناطق في إمارة عجمان بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة نظر في وضعية أراضيها، فهذا الحال بات يؤرق قاطني هذه المناطق الذين لا حول ولا قوة لهم أمام هذه الأراضي غير المستوية. لأخبار الدار محمد مال الله الهنيامي. ولإلقاء المزيد من الضوء على القضية ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس محمد العوضي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بدائرة البلدية. مهندس محمد مرحبا بك. مرحبا سهلا. الصورة تحدثت، فما الحل للمنازل التي أراضيها مرتفعة عن بعض وتكشف المنازل الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا للأسف برا ما قدرت أشوف الصور. نعم. لكن إحنا مطلعين على المنطقة. موضوع اختلاف المناسيب ينقسم إلى جزئين أو ثلاثة أجزاء. الجزء الأول في منطقة الروضة والميهات تحديدا، البناء بادي فيها من الثمانينات، فيومها كانت الناس تبني على طبيعة الأرض، فصار عندنا أمر واقع أن في بيوت فوق وبيوت تحت. حاليا نحن معينين مجموعة من الشركات المتخصصة في وضع المناسيب للشوارع وللقطع السكنية عشان نحل المشكلة هذه. وبالتالي إن شاء الله المشكلة هاي يعني في القريب العاجل بتنحل للمناطق والبناء الجديد. موضوع طيب هذا بالنسبة للمنازل. نعم تفضل. بالنسبة لكشف لكشف البيوت طبعا هو في النهاية حتى لو كانوا البيتين على مستوى واحد ومثل ما تفضلت الأخت دورين، البيت مكشوف مكشوف، مش قضية مناسيب. الحين ما في حد يبني بيت أرضي، الكل يبني دورين، ممكن دورين وروف، فبالتالي هي تتم قضية التصميم الهندسي وموضوع بعض الأشياء اللي تغطي مثلا البيت، الزراعة عشان تعطي خصوصية إضافية للبيت. طيب. أما موضوع أنه يكون كشف البيوت بسبب المناسيب الأراضي هذا يعني مش دقيق الموضوع يعني. طيب بشأن الطرق في هذه المناطق، هل من مشروع في هذا الجانب ومتى هذا المشروع؟ احنا اختي بس للعلم احنا من 3 سنوات بعدين في منطقة المويهات والروضة. نعم. انا اقدر مشاعر قاطنين المنطقه انهم اي شخص يعني انا لو كنت مكانهم وقدام بيتي ما في شارع اتمنى ان الشارع يجيني اليوم قبل باكر، لكن احنا فعلا قبل سنتين بدينا بطريق الشيخ عمار اللي هو يقطع الروضه والمويهات لحد شارع الامارات. السنه اللي فاتت سوينا طريق التل اللي هو متعامد على شارع الشيخ عمار، وعملنا جسر الشيخ عمار كمدخل جديد للمنطقه وللاماره. نعم. كذلك حاليا من اسبوع بدأوا حفر في بعض المناطق في بعض الطرق. نحن اختي نمشي على مستوى ان نبدا من الرئيسي للفرعي، انا ما اقدر اسوي طرق داخليه وطرق رئيسيه مش موجوده. نعم. فاحنا بدينا الاول في الطرق الرئيسيه، الحين طرق الشريانيه، وبعدين بتدخل الطرق الفرعيه، وبدينا فعلا في اكثر من منطقه نتعمد ان نحن نوزع، ما نركز مثلا في مربع واحد كل الطرق، كل الناس متاذيه، نحاول نعمل طرق رئيسيه للكل، بعدين نبدا ناخذ الطرق الاقل يعني أهمية ليه ما ننزل إن شاء الله للطرق الفرعية تماما.
طيب بعيدا عن هذه المناطق، ما هي أهم مشاريع إدارة الطرق والبنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لتحديث المناطق المحتاجة للتطوير؟ أنا في البداية أحب أولا أشكر مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة الله يطول بعمره، باذلين جهد كبير أولا بتقاطع الشيخ خليفة اللي افتتح من شهر تقريبا، وما زالوا هم في دراسة بعض الطرق الداخلية في بعض المناطق في الإمارة وشبكات الصرف. نحن كذلك عندنا جسر مشيرف اللي هو مقابل القيادة العامة لشرطة عجمان وسيتي سنتر، كذلك الجسر اللي عند تقاطع الصناعية، هذين الجسرين إن شاء الله بيدخلون التنفيذ في النصف الأول من السنة هذه، وفي النصف الثاني من السنة بتكون في مجموعة طرق في أماكن متفرقة سكنية سواء في الحوض 21 والحميدية أو في منطقة النعيمية. كذلك احنا شغالين رفع كفاءة لبعض الطرق والمداخل الخاصة لإمارة عجمان. الأسبوع اللي فات يمكن بعض الناس لاحظوا أن أعدنا رصف جزء من دوار المرقاب اللي هو حدودي بين عجمان والشارجة لتسهيل الحركة، كانت طبقة الأسفل جدا مزعجة للمرتادي الطريق، غيرناها في النص اللي هو في حدود عجمان. يعني هذا بعجالة مشاريعنا. في إذن المهندس محمد العوضي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، شكرا لك. برعاية الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس الاتحادين الإماراتي والعالمي لبناء الأجسام الرئيس الفخري لنادي الفجيرة الرياضي، نظم نادي خرفكان للمعاقين وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي مهرجان المنطقة الشرقية لرياضة المعاقين. تركيزا على أهمية رياضة المعاقين وتعريف المجتمع بها، نظم نادي خرفكان للمعاقين بإشراف مجلس الشارقة الرياضي مهرجان المنطقة الشرقية لرياضة المعاقين الذي شارك فيه نحو 180 رياضيا من ذوي الاحتياجات الخاصة. المهرجان جمع رياضيي الدولة المعاقين بالإضافة لرياضيين من أوزبكستان والعراق وممثلي مجلس الشارقة الرياضي، واشتمل المهرجان على تنظيم فعاليات وسباقات رياضية متنوعة تهدف إلى دمج المعاقين بالأسوياء. هاي إحدى المبادرات اللي إحنا اتبعناها هالسنة، وهي أن إحنا نبادر للجمهور ونعرف الجمهور ونعرف المجتمع من هم المعاقين، ما الألعاب اللي يلعبوها، شو دورهم، كيف حندمجهم في المجتمع، كيف نطلعهم من جو الضيق إلى جو الأوسع، وأيضا الجمهور يعرفون شو المعاقين ويشجعوا أيضا الآخرين أنهم ينخرطون مع المعاقين خاصة اللي عندهم ذوي الإعاقة في بيوتهم. أجواء رائعة تلفها روح المودة والتآلف بين شرائح المجتمع شهدها سيتي سنتر الفجيرة، حيث شارك ضيوف المهرجان وزوار المركز في الفعاليات المقامة، فكان التفاعل حاضرا في فعاليات الكراسي المتحركة والجودو والأثقال والرياضات الذهنية. مرات الحمد لله دولة تشجع المعاقين قبل الناس يعني الصحيين، الحمد لله بطولات يعني موفرين لنا كل شيء. اليوم كان هالاسبوع كان عندنا بطولة فزاع، الحمد لله اعطينا رقم جديد، معاي اللاعب سيف الزعابي ياب ميدالية فضية، والحمد لله احنا في تقدم ان شاء الله، ان شاء الله للامام ان شاء الله. نادي خرفكان للمعاقين يؤكد من خلال تنظيمه لهذه المبادرة على أهمية دوره المجتمعي، وأن المعاقين أفراد قادرون على العطاء وإثبات ذواتهم، حيث إنهم حققوا العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي. لأخبار الدار عايشة الزعابي الفجيرة. إذن في الختام شكرا لكرم المتابعة، وهذه العناوين للتذكير بها فقط. رئيس الدولة يعود بسلامة الله وحفظه إلى أرض الوطن بعد زيارة لتركمانستان، ومحمد بن راشد والشيوخ وكبار المسؤولين في مقدمة مستقبل سموه. مركز الشارقة للإحصاء يبدأ الأحد المسح الاقتصادي الاجتماعي الشامل للمواطنين في إمارة الشارقة بهدف توفير منظومة من البيانات حول سكان الإمارة. مع ازدياد الوعي والإدراك البيئي والصحي لمدى خطورتها على الصحة العامة، وقاية تعالج النفايات الطبية من المنشآت الصحية بأساليب علمية صديقة للبيئة.